هذا كرت وصاي من ابو عنتر. هات اشوف، تكرم عينك وعين ابو عنتر. هاويتك تفضل. عملوا لي قرار تعيينه، خلي وقعه حسني افندي. رو داوم يا ابني. حاضر. بس يا غوار بيك. نعم. الموظفين صاروا 10 أضعاف اللي كانوا سابقا. أحسن هيك أخي، بيكتر الإنتاج. بس الإنتاج هو هو والموظفين ما لهم شغل. مندبر لهم شغل بسيطة. نعم يا ابني. ما بدك أكرت وصايم أبو عنتر. هات لشوف، تكرم عينك وعين أبو عنتر. الهوية فضلان. عمل لي قرار تعيين، خلي يوقعوا حسني أفندي. رو داوم يا ابني. حاضر. نعم. معي كرت وصايم أبو عنتر. طيب طيب، هاتوا هوياتكم. قرار تعيين بوقع حسني أفندي. تفضلوا تفضلوا داوموا. يا عيني عليك يا رياض أفندي، صرت تعرف طبعي تمام، عم تفهم بالشغل. يا سيدي هالموظفين الغرف ما عادت استوعبتهم. ايه بسيطة، اشتروا البناية اللي جنبنا يا استأجروا مكاتب جديدة. بس وينك؟ ما بدي بزخ بالفرش، هاي البيروقراطية بهالمعمل. بطلوا لي اياها بقى. الأخ شو بده؟ الأخ عامل عنا بالمعمل من زمان. نعم يا ابني. معي كرت تنصير من أبوان. ارى لي يا رياض بيك. خير إن شاء الله. أخي غوار بيك، أرجو نقل حامل هذه البطاقة من الورشة إلى وظيفة إدارية. شنو 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 ها شنو عم يتعب وصحته على قدها. ايه معه حق، ما عندي مانع انقلوه على وظيفة إدارية بناء على ضرورات المصلحة. رو داوم يا ابني. ايه بس ما بصير، 3/4 العمال انتقلوا لوظائف إدارية، ما ضل في مين يشتغل على الماكينات. مستقبلا نستدرك هالشي نحن. ثم بعدين دخيلك هذا صاحبك اللي بتحبه حضرتك بتضل تدافع عنه، اللي بيعرف 4-5 لغات، شو قاعد عم يعمل؟ ما له ولا شغل ولا عمله، ينزل على الورشات. شو فاتح مدرسة أنا؟ بس مو حضرتك عينته ترجمان خاص لأبو عنتر؟ مزبوط، لما منحتاجه مننتدبه من الورشات لعنا ومنعطيه ساعات إضافية. طيب وهالموظفين هدول شو بنشغلهم؟ أنا رح ألاقي لك شغلة إلون. بدي أسألك سؤال. طبع. مثلا هذا مثلا تفضل، لما بيكون عنا في طلب شراء مين بيوقعوا؟ أمين المستودع. شفت شلون غلطاني؟ ليه؟ تاني مرة طلب الشراء بتمرروه على كل هالموظفين الجدد حتى كل واحد يوقعوا بدوره ويدققوا. بس ما في داعي لكل هالتعقيد. يعني بتريدني حط هالموظفين الجدد كلياتهم بدون شغل؟ هيك الضمير المسلكي تبعك بيقول؟ بس يا غوار بيك. أرجوك بقى بلا غوار بلا بطيخ، تفضل المقابلة انتهت، أنا ما عندي وقت. مثل ما بدك، أنا ليش حامل هالسلم بالعرض وعم أدفش فيه؟ عال برافو عليك، ليش تحمله لحالك؟ جيب 3 من هون و3 من هون يعاونوك، هي لقينا محل 6 موظفين جدد. أمرك.